السلام عليكم، في داري لاباس عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله نفصل معكم بودي وسروال. هذا البودي وهذا السروال ديال البينوار اللي غندير، اللي درت لكم بالصدايف. ان شاء الله غندير في الطول، غندير 99 في الطول. عندي خليت هنايا سنتيم ديال لوغلي من التحت، وهنايا 5 سنتيم ديال لاستيك. هنا الحرده غادي نهبط لها 32. هذا السروال ديال الدار كيبغي يكون طالع شويه على حساب البرد، سوجي طالع على الظهر. هاي انايا 32. هنا عندي 24، اخليها كامله هاد 24 اللي عندي هنايا. صافي، وغادي نجي من هنايا غندخل واحد شويه، غير واحد 2 سنتيم من هنايا، وغادي نطلع هاد الحرده ديالي. غنجي لهنايا غنحط 10 سنتيم، حتى هذا غيكون لاصق هاد المثلث. ونهبط نيشان، صافي، هذا هو الكولون ديالنا. ندخل واحد شويه هنايا باش ما يبقانيش هكا مبوق. غنجي غنحل هكايا هذه الجهه ديال الظهر، نخليها ما نقيسش فيها. غنجي لهنا للمنتصف، هذا هو المنتصف، وغنهبط هنا واحد 3 ديال السنتيم. ندخل هنايا واحد 2 سنتيم ديال الامام، صافي، هذا هو الكولون ديالي. وغندير له داك الخريطه صغيوره باش يعطي اتساع، هذه اللي بغى يديرها ماشي ضروري. صافي، على هذه الطريقه هذه راه عندي على 4 هنايا هكايا. ودابا غادي ندوز نفصل البودي مع الطرف هذا اللي شاطلي. هذا الطرف انا طويته على 2، هنا قديته عندي على 2. ودائما الموبرا تردوا البال، ديروا المد هابط هكا لتحت، فاش ديروا هكا تلقاوها ملسا وهكا كتكون حرشه. دابا غنطوي عاود على 4. هنا ندير في الكتاف هاد التوب اللي كيتيري ديال الموبرا، كاع الاثواب اللي كيتيريو تنقصو في العبار ديال الكتاف. هاد مولات البودي عندها 20 في الكتاف، انا غندير لها هنا غير 19 بالخياطه بكلشي، غندير 19 ونهبط هنا 2 سنتيم، نهبط 19 عاود. الصدر عندي 24، غنطلع هاد النقطه على هاد النقطه هادي. صافي، وندور هنايا غندير هاد التقويره هكا، راه ساهل هاد البودي حتى هو. الدوره ديال العنق غندير 6، ندخل 6 ونهبط هنايا 2 ديال الذهب، هنايا درت 2. صافي، ودي هاد النقطه هادي عند هاد فين هبطت هنا 2 سنتيم، هنايا نحط الطول ديالي. نشد الطول من هنا اعلى الكتف، وندير هنايا غندير 64 بالخياطه بكلشي. صافي، والبطن غندخل سنتيم، هبطت هنايا هكايا تهبطي واحد 13 وتدخلي سنتيم على الصدر،
صافي هذا هو البودي ديالي، غادي نحيد هذا الظهر، غنجي للامام غادي نهبط هنايا واحد الخمسة ديال السنتيم ولا ستة، ندير لها العنقيضايه، ما غندير لهاش ما نديرهاش العنق طالع، ندوز لوغي لوغلي صافي. غندخل هنايا واحد السنتيم صافي، هذا هو البودي ديالي. غادي نعبر التركيز نشوف شحال فيه، 22، ونجيب هاد الطرف هذا اللي شاطلي من البودي. هاد الطرف هذا درتو على 4 كما كتشوفوا هنا، راه عندي على 4، وغندير الطول ديال الكمام هاد الجهه هادي اللي مسدوده، هي 60 عندي انا في الطول ديال الكمام 58، وغنهبط هنايا ب 10 ديال السنتيم. هذا البودي نهبطو ب 10، وهنايا غادي ندير 8 ديال السنتيم باش يجيني مزير على اليد صافي، وغنسير بالخط. هنا الدراع غتهبطي من هنا واحد 8 ولا 9 على حسب، وتحطي الدورة ديال الدرع ديالك. انا عندي هنايا 17، غنخليها هكاك، غاديش نقص منها، نقسم هادي على جوج وهادي على جوج وهادي على جوج، نخرج من هنا سنتيم وندخل من هنا سنتيم. صافي هذا هو الكم ديالي. دابا غندوز للخياطه، دابا غنخيطو هذا البودي كما شفتو هنايا، غندير لها هذا القليب هنا ديال الموزون في البيض، نديرو لها هنا في البودي في الوسط على الصدر. هبطت هنا واحد 16 سنتيم، هبط واحد 16 صافي، نديرو في النص هكا. راني علمت هنا المنتصف ديال البودي باش نحطو في المنتصف نيشان صافي، ونثبتو بالبانكات. غندوز عليه بالخياطه من هنا، راه ما كتهرش لي برا فهاد الموزون، الموزون راه رقيق. صافي هذا هو القليب ديالنا، راه صوبنا كيجي على الطريقه هذه. تحاولوا تدوروا معاه الحاشيه نيشان، راه ما كتهرش لي برا، ما تخافوش، الموزون هذا رقيق، كتجي كيجي هكا زويون في هذا هنا في الوسط. دابا غنمونطي الكتاف، الساق هنا الكتف مع الكتف، هنايا غنمونطي الكمام، غنمونطيهم بالسورجي. غنشد هنا هذا التركيز، هذا الكم ديالي، غنشد هكا مع التركيز من هنايا، وغندوز معاه بالسورج. انا راه مونطيتو بالكم الاول، غنمونط لكم الثاني.
صافي هذا البودي ديالنا، تنعاودو بالماكينه. دابا غادي نجيب السروال، نشد الحرده هكا، نشد الحرده هذه ديال الخلف، نخليه كما فصلتو، نحلو هكايا على جوج. هيا هنا عندي هادي جوج، هنا هادي الحرده، هذا هو التالي ديالها. هنايا من هاد الجهه في غيكون لاستيك. صافي وغندوز معاها في السورجي. دابا غندوز الحرده ديال الامام حتى هي، نضربها في السورج. تجبدوا يديكم من تكونوا كتخدموا هذا المبرد، تجبدوا يديكم. صافي دابا غنحل هكايا، هذه هي الحرده عند الحرده. هما الحردات بجوج. غنجيب داك الخرطه اللي غنزيد هنايا، غنجي جهه وحده، وهذه هي الخرطه ديالي. غنشد هاد الجهه اللي كتيري هي اللي غنديرها هابطه هكا مع رجلين هكايا، الوجه عند الوجه. هذا الوجه ديال الخرطه وهذا الوجه ديال السروال، وغندير الوجه عند الوجه. صافي وغادي نشد هنايا، ندوز معاها بالسورجي هاد الجهه هادي، نوصل لهنايا ونولي ندوز عاود مع هاد الجهه هادي. هيا خيطتها من جهه وحده، غادي نجي لهاد القنت هذا وغنشدو عاود مع الجهه الاخرى، الحرده الاخرى هكايا. صافي الا بغيتو تشدو هنا بالبانكا، ونجيب السروال ديالي وغنبداه من هنايا بالسورجي، ونمشي معاه كامل حتى لهنايا، ونولي نهبط عاود مع الجهه الاخرى مع الرجل الاخرى. السورجي بعدا هذا المونش ديال السروال من تحت. صافي هذا هو السروال ديالنا، غندوز نعاودو بالخياطه ديال الماكينه وندير له لاستيك. هنايا ملي نكونو كنخيطو هاد المبره نجبدوها، ضروري متجبد باش ملي نلبسوها ونبغيو نجبدوها ما تطرطقش داك الخياطه، ونزيرو الغرزه نديروها في الجوج. كوخا تجبد من تكوني كتلبسيها، تجبديها ما تطرطقلكش الخياطه، ضروري تجبديها من تكوني كتخيط. ضربت الجهه هذه حتى هي خيطتها، دابا غادي نشد من التحت عاود من هنا وندور معاه كامل. صافي هذا هو السروال ديالنا،
هذا هو الكولون. دابا غندير له لاستيك، انا غادي نقطع لاستيك ديالي ندير هذا العبر، هذا راه كافي. الدوره ديال السروال اللي عندي هنايا ندير النص ديالها ديال لاستيك. غنجيبو له السروال هكايا، هذا هو الدخلاني ديالو. غنجيبو له السيك هنايا، نشدو مع هاد الحاشيه ديال السورجي، غنخلي غير السورجي اللي خارج على السيك ونطويه هكايا. نجي الجهه الاخرى ندير لها عاد نفس الطريقه. خلي غير السورجي خارج بحال الجهه الاخرى هكايا، شايط على لاستيك وندير البانك. هذا هو لاستيك ديالنا. الا بغينا نشدوه هنايا على اربعه ديال الجهات غنلاقيو عاود هذا هنا، نقسمو لاستيك على جوج، وتا هذا السروال يتقسم على جوج. في الجنب هنايا نشدوه باش منين نجيو نخيطو يساعدنا. صافي انا شديت ثلاثه، هكا ملي نكون كنخيط كنتيري لاستيك عندي، كنشد هنايا كنحشي ليبره ديال الماكينه في هذه البلاصه هذه فين درت البانكه في الاول، وكنشد في هذه البلاصه اللي عندي فيها البانكه هنا في الوسط، ونجبد هكا مزيان جبدته حتى يحبس، وندوز بالخياطه على السورجي. كنجبد بجوج يدين، انا راه عاودت الخياطه ديال البودي عاودته كامل. هنايا غادي نصاوب لوغلي ديال الكول، نجيب هكايا الكول نشد من هاد الجهه ونطوي هكايا واحد نص سنتي من الداخل، نولي نعاود سنتيم جوج طويات صافي، وندور معاه. راه كيدور ساهل على حسب التوم اللي كيكون كيتيري، ما كيجيش صعيب في الدوره. صافي هادي هي الدورة ديالي دلعام، نجي على هاد الطريقة هادي. بغيتو ديرو له العام كديرو داك الباندا واحد ربعة ديال السنتيم في العرض وتلصقوها هنايا، كيجي بودي بالعام. صافي دابا غندير له لوغلي ديال الكمال، كنطوي غير سنتيم لداخل هكا وندوز عليه بالخياط. دابا ندير لوغلي هنايا سواء نطوي سنتيم وندوز بيه عليه بالخياطه كامل. هذا هو البودي ديالنا راه وجد، دوزت له لوغلي الكميمات وهنايا، والسروال ديالنا حتى هو راه وجد. نتمنى تكون الطريقه جاتكم سهله وبساطه. هاد البوديات والسراول راه كيداروا دابا في البرد، اللي بغات تخيطوا راسها في هاد البرد هو البينوار، كيجيو زوينين هكا في الدار، ديري معاهم بينوار طويل ولا البينوار قصير. راني ان شاء الله نحط معاكم الطريقه ديال البينوار بالصدايف، ونحط معاكم حتى الطريقه بالحزام، ديروه باش ما بغيتو هي بالصدايف هي بالحزام. ونتمنى تكون عجبتكم الطريقه، والسلام عليكم ورحمه الله.